مشكلة الزراعة اليوم عندنا مشكلة صعبة جدا بسبب كلة الأيدي العاملة. احنا اليوم العمال الزراعة في كل البلاد بيعتمدوا على العمال التايلانديين أو الأجانب. في الوسط العربي للأسف الشديد ما في عندنا عمالة اللي تشتغل في الزراعة، لأنه شغل الزراعة ما هو سهل، بده شوية تعب وجهد، وبده عمالة جيدة يعني. فلذلك احنا اليوم في مطب بعد ما روحوا العمال التايلانديين ضل قسم بسيط منهم، وفقدنا العمال الضفة الغربية اللي كانوا يشتغلوا في الزراعة مع حوالي 9000 عامل، مع روحوا 15000 عامل من عمال المخصصين للزراعة، لأن هاي كل عامل له مخصصات عمال حسب كمية الدونمات اللي عنده. من وين تبلش هذا النقص؟ النقص هذا بلش من بعد 17 يومين أو ثلاثة، أو حتى في أول يوم الحكومة التايلندية أو حتى كل العمال تبعهم بعد ما قطف عمال غزويين أو صارت إصابات بين العمال في منطقة غلاف غزة، فأوعزت الحكومة التايلندية لكل العمال التايلنديين بالرجوع إلى تايلاند، لدرجة أنهم خصصت لهم طيارات عسكرية وتذاكر سفر على حسابها من أجل أنهم يرجعوا للبلاد. كيف كان عندك عمال؟ أنا كان عندي 18 عامل تايلندي المخصصات تبعي، وكان عندي 12 عامل من الضفة، من عمال الضفة الغربية، المجموع كان حوالي 30 عامل، عندي ما يقارب 150 درهم حاموات دفئات. أنا اليوم بستغل يعني بحدود الثلث منهم أو أقل أو أكثر شوية بسبب نقص الأيادي العاملة اللي قدرنا نكون في صيانته صلناه، واللي ما قدرنا نصونه تركناه. فاحنا اليوم الباقي العمال المتبقين هم 9 عمال من 30 عامل، وفي بعض الايام اللي بقعدوا عمال 2 او 3 بدهم يستريحوا. فلذلك احنا اليوم في محلة رهيبة. اليوم في عنا شوية متطوعين بارك الله فيهم بيجوا يتطوعوا، زي نمر فارس شفته، زي رياض خالد دكتور اخوه، بعض المتطوعين اجوا اشتغلوا ايام قليلة يعني ساعدوا هنا مشكورين، اما بحاجة فعلا احنا المتطوعين اكثر من الموجود حاليا. هل هناك يعني في ضرر بالمحصول الزراعي؟ لا شك انه في ضرر. اول شيء عدم استمرار بقيام باقي الدفيئات، واثنين احنا اذا ما كنت في يعني خذ على سبيل المثال اي منظوره، اذا ما كنت تكريم الورق في الوقت ونزلتها في الوقت، فانت عندك بصير خساره يعني كبيره جدا، لانه احنا في الدرم الواحد بنعتمد على الطناج، فلما كله احنا ما نقدر نستمر في عمل البندورة بالتنزيل وتكريم الورق، في عنا ضرر في الانتاج، ضرر رهيب. عدا عن ذلك يعني هاي البندورة بتحمر، بتصير حمراء اكثر من لازم، ما قطعناها في الوقت بتخرب وبنكبها وما بنقدر نلقطها، حتى في قطع بندورة اللي احنا مش قادرين نلقطها. اليوم انت شايف هاي قطعة جديدة لتنزل، فبدنا نبدأ نصونها من اجل نحافظ عليها ونترك باقي القطع اللي السابقة. من الأغلبية 50 أو 60% على المتطوعين. صحيح المتطوع هو متطوع يعني هو ما بيشتغل يوم كامل، بيشتغل على قدراته الجسدية أو حسب وقته، فبيجي مرات بكير ومرات بعد الظهر يعني. بغض النظر هم مشكورين جدا، لأنه هذا التطوع عمل نبيل جدا يعني. وأنا بحث كل يعني مواطنين العرب اللي عندهم قدرة يقدم إمكانية، لأنه هذا بولد في النفوس، برب النفوس على التطوع. الحكومة صادقت على إدخال عمال أجانب لحل أزمة بقطاع الزراعة، حسب رأيك بحل هذا مشكلة؟ حاليا يعني هذه العملية جلب العمال جدد من الزراعة، أول إشي عمال هم رايحين يجيبوا سريلانكا أو من الهند، وهذول عمال غير مهنيين يعني بدهم فترة. أول إشي هذول مش رايحين يجوا قبل حوالي شهرين أو ثلاثة، وحتى تعلموا الضرب بدهم حوالي 4-5 شهور. حتى هاي الأربع خمس شهور بنفقد يعني كثير من الدخل وكثير من المزرعة، حتى يجوا يعني أول شيء الشركات تتنظم وتجيب أسامي ووصلهم البلاد أقل شيء شهرين أو ثلاثة أقل شيء. فإحنا هاي الشهرين أو ثلاثة بدنا في فراغ، بدنا متطوعين اللي غطونا هاي الفترة. الزراعة هي زراعة مهنية، بغض مش زراعة تقليدية اللي كنا نعرفها. اليوم شتت البندورة، بدك العامل يتعامل معها بلطف، يقزمها ونزلها وحاول رش بي يعني بالكيماويات ما
ما تخلفش خلفيات اللي تأثر على المستهلك. فبدها ايدين وعملية، يعني مهنة، بدها عملية مهنية، مش أكل باقي الفروع. وصعب عليكم انه تعلموا من جديد؟ مشان تعلم على اليوم بدك 3 أو 4 شهور تعلم الكيام. طبعا انت بدك انتاج، بدك العامل مكلف اليوم، اذا ما انتج يعني عمل قيمة عمل حسب الايجار اللي بياخذه، طبعا الفلاح على خسارة بدون شك. طبعا بالنسبة للحرب اللي بدت في 7 أكتوبر وضعت أوزارها زي ما مثل ما بيقولوا، طبعا لها تأثير على عدة مجالات في الحياة الاقتصادية الزراعية في مجال العمل. والمشكلة هنا عنا أنه في هون عنا مزارعين اليوم، كان في أيام زمان يعني مزارعين زرع دلهم 2، اليوم مزارعين كان يزرعوا في كم في مساحات. يعني نأخذ هذه المزرعة النموذجية الأخ رسم دكة، في عنده عشرات الدلومات، كان عنده طبعا عمال من اخواننا بالضفه وعمال من تايلاند. بسبب الاوضاع التايلانديه معظمهم غادروا البلاد، وبالضفه طبعا ما بفوتوا. يعني اذا لاحظ في مزرعه مثل هاي المزرعه كان عنده 20-30 عامل، اليوم في عنده 4-5 عمال. فتخيل انت انه يعني في عمل لازم العمل يومي، يعني في نفرض بندوره او خيار لازم تلقط يوم يوم، اذا ما بتلقط ثاني يوم ما خلص بتلق. فانا يعني بمبادره من في كان مبادر دكتور زياد خليلي مشكور الفكره، وانا فعلا اعجبتني الفكره وصل لي كم يوم يعني من خلال يعني لاحظت انه هنا في ازمه ايدي عامله، واحنا يعني كل عمل بنكون فيه بنساعد اصحاب المزارع. بدون شك انه طبعا لما وصل لهذا الوضع كان كثير مصروفات عليهم وفي عندهم خسائر فادحه. ولذلك انا بلاحظ انه اليوم في الوسط اليهودي في كثير مبادرات يعني بيقوموا هناك، فانا شفت في التلفزيون. انا اعتقد انه اليوم احنا في الوسط العربي اجى الوقت اللي نتعاطف مع اخواننا المزارعين ويكون هناك مبادرات. انا خلال قناتكم قناة هلا بتوجه لأهلنا في الزمن لكل وسط عربي يكون هناك مبادرات. وأنا بلاحظ أنه في مبادر أخ أحمد إبراهيم مواسي في باكة الغربية قائم في مبادرة من هالنوع بيساعد مزارعين في باكة الغربية. أنا من خلال قناتكم بتوجه لأهلنا في الزمن، طبعا في عنا مدرسة ثانوية هي مدرسة زراعية، بتوجه لهم أنه كمان إذا في مجال طبعا يعني خصصوا في أيام معينة اللي يساعدوا المزارعين. لا في شباب مثلا، في معلمين متقاعدين، في شباب اللي ممكن هسه ما في عمل في مجالاتهم في شوية بطالة ينزلوا يساعدوا. يعني إذا كل واحد منا بنزل يوم يومين فأنا أعتقد أنه هيروح المبادرة، لازم نبثها ونشجعها على أساس نساعد هاي الناس اللي هم اليوم في أزمة فعلا، والله يعينهم. يعني أنا بشفق عليهم. تخيل أنت أنه ثمر يعني بندورة وخيار وأسعارها عالية اليوم وفيش مجال لقطه، يعني بتوجهوا لهم أصحاب الدكاكين وإشي ما بيقدروش يلقطوا، فيش ممكن حدا يلقط هاي الكميات. فأنا بتأمل أنه الوسط العربي أنه إحنا يعني نكون عندنا مبادرات في كل بلد، إذا في هناك مزارع اللي نجند شباب متطوعين. وأعتقد الناس بخير مثل ما قال في إمام بس بسام لحام، كان شبابنا ملاح، واعتقد شبابنا ملاح، وانا اعتقد انه شبابنا لازم يكون عندهم مبادرات ويحاولوا يساعدوا هاي الناس اللي هم بامس الحاجه لايدي عامله لانقاذ هاي المزارع. اذا صار لك بتتطوع؟ انا حقيقه من اسبوع يعني الفكره طرحها اخ، في عنا اخ مبادر دكتور زياد خليليه، وعجبتني الفكره. وانا يعني كل يومين ثلاث باجي مره على اساس وقت فراغي، اما يعني باجي في ساعات يعني بحاول من الصبح اجي أنتج، لأنه الوضع هنا بتطلع يعني هذا عمل اللي كان لازم نعمل من أيام يعني من أسابيع، وفي هسه يعني تأخير بضر في أثر على الثمر طبعا. وأنا بشجع طبعا إخوان لنا وأهلنا في زمر، شباب طلاب جامعات معلمين متقاعدين طلاب المدرسة الثانوية يحاولوا يساعدوا هاي الناس لإنقاذ هاي المزارع. وأنت بتشوف إنه في ضرر بالمحصول الزراعي؟ طلع المحصول موجود ولكن بدك ناس اللي تجنيه تقطفه. يعني هاي المشكلة انه فيش عندك اي دعم لتجني هاي الثمار. يعني اذا كان عنده 20-30 عامل اليوم في عنده 3-4، فتخيل انت عشرات الدلومات من هالنوع، مين بده يحاول يعني يقطف ثمارها؟ فطبعا في مشكلة وفي ضرر مادي وضرر اقتصادي، وهذا له ابعاد طبعا تأثير على مزارعين من هالنوع. اذا بيكون عنده مثلا 100,000 شواكل ضرر، كيف بده مثلا يستأنف الزراعة؟ كيف بده مين بده يعوضه؟ مين بده؟ في مشكلة. فاعتقد كل الإنسان بحاول يبادر ويساعد في إنقاذ لناس من هالنوع. يعني
وانت هذا النشاط راح تستمروا فيه التطوع لكل وقت اللي ما فيش عمال وفي عندهم أزمة؟ أنا بدي أتطوع وحاول يعني من خلال أخونا زياد خليل دكتور اللي بقدر هذا الاشي نحاول نشجع كديش ناس أكثر يجوا معنا يساعدونا على هذا الاشي، لأنه إحنا بحاجة فعلا. صاحب المزرعة يعني هو عنده مشكلة إنه مش قادر يحصل على أيدي عاملة، وأنا بتوجه لشبابنا ولأهلنا في زامر إنه حاولوا يساعدونا وتساعدوا معنا وينزلوا هون للمزرعة أو للمزارع المزارعين، في 3-4 مزارعين عندنا اللي عندهم مساحات واسعة، اللي نساعد هاي الناس لإنقاذ المحاصيل.